هل تعلم ان كوكاكولا اخترعت بالخطأ؟ نعم عزيزي المشاهد، اخترعت عن طريق الخطأ. ومش بس كده، كوكاكولا كانت بتحتوي على الكوكايين، وده اللي استمد منه اسم كوكاكولا. تعالوا بينا نعرف قصة شركة كوكاكولا العملاقة، وازاي تم انشائها عن طريق الخطأ وتحولت لأكبر الشركات في العالم. فيلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا، ولكن قبل ما نبدأ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا بإعجاب على الفيديو. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. جون بيمبرتون، الشخص اللي اخترع كوكاكولا. سنة 1831 اتولد جون في منطقة اسمها نوكسفيل في ولاية جورجيا الأمريكية، ولما وصل جون سن 19 سنة حصل على رخصة اسمها تونسونيوم ميديسين، ودي كانت عبارة عن علم مركبات اللي هو تركيب خلطات معينة من النباتات والأعشاب لعلاج بعض الآلام. لكن في الفترة دي المهنة دي بسبب عدم انتشارها فالناس كانت بتخاف منها، وده اللي خلى جون يكمل تعليمه ويتخرج من كلية الصيدلة، وده اللي سهل له جدا عمله واختراعه لتاني أكبر مشروب بيتشرب في العالم بعد المية، وهو كوكاكولا. في اواخر القرن ال 19 الناس عملت حمله ضد الدكاتره، وبطلوا انهم يروحوا يكشفوا عند الدكاتره، واللي كان بيحس بشويه تعب كان بيروح للصيدلي يديله علاج او يعمل له تركيبه بتساعده على الشفاء. وفي الوقت ده ما كانش لسه الادويه في اوج ثورته، بل ان ممكن نقول ما كانش فيه ادويه اصلا. وقتها كان الصيدلي يقدر يعمل تركيبه او خلطه على مزاجه، وبيعد الناس ان التركيبه دي قادره انها تشفيه. وفعلا الموضوع كان واخد شكل غريب جدا، وكان الموضوع بيزنس جدا، لدرجه ان شركات الادويه كانت ممكن تعمل اي ميكس لاي حاجه وتوديه للصيدليه ويقولوا ان ده علاج للصداع مثلا، وبالتالي ياخدوا الصيدلي ويبيعه على انه علاج للصداع. لدرجه ان كان في ميكس غريب كده وهو الخمره مع الكوكايين، وتخيل ان ده كان بيتباع في الصيدليه وبيتباع على انه علاج لاي مرض. في نفس الوقت ده كان جون لسه راجع من الحرب الاهليه في امريكا اللي اتصاب فيها اصابه شديده جدا، وكان بياخد مورفين علشان يسكن الامه لدرجه انه ادمن المورفين. وعلشان يقدر جون يبطل المورفين كان لازم يلاقي علاج تاني، وبالفعل ما لقاش قدامه جون غير ميكس الخمره بالكوكايين اللي لسه قايلين، وبالفعل الميكس ده عمل معاه شغل عالي جدا وقدر انه يبطل المورفين. ولكن مش علشان ده دواء، لا، ده كان علشان انه بيعمل معاه دماغ بسبب المواد المخدره اللي فيه. جون كان اصلا ده تخصصه من البدايه، يعني كان راجل كيميائي ويقدر يعمل التركيبات دي، فقال لنفسه ايه اللي يخليني اشتريها وانا ممكن اعملها واستفاد من وراها وابيعها للصيدليات واكسب كمان من وراها. وبالفعل سنه 1984 عمل جون الميكس بتاعه وزود عليه شويه اضافات تحسن من طعمه، وخرج لينا المشروب اللي هو كوكاكولا. يعني كل ده وانا بشرب مواد مخدره؟ لا ما تخافش، ده كان بدايه كوكاكولا. في الوقت ده كان الاتجار في المواد المخدره وبيعها للصيدليات شيء عادي جدا وما كانش فيه اي مشكلة. لكن بعد كام سنة من اطلاق جون المشروب بتاعه نزلت قوانين بتجرم المواد المخدرة، وده اللي اجبر جون ان يشيل المواد المخدرة اللي في المشروب بتاعه اللي هو الكوكاكولا، وقام بتبديلها بمياه غازية وصودا وزود عليها شوية سكر علشان الطعم. واللي اقترح عليه اسم كوكاكولا كان المحاسب بتاعه فرانك روبرتسون. كل ده وكوكاكولا كانت بتتباع في الصيدليات بس، وما كانتش بتتباع في سوبر ماركتس ولا في محلات. لحد هنا وقفت مسيرة جون مع كوكاكولا، لانه قرر انه يبيع براند كوكاكولا ب 2500 دولار، وده كان لرجل اعمال اسمه آسا كاندلر. وهنا تقريبا كانت بدايه انطلاقه كوكاكولا. كاندلر بدا يشتغل بطريقه مختلفه جدا ويسوق للمشروب بتاعه، وبالفعل استخدم استراتيجيه تسويق مختلفه جدا وقدر انه يعمل هويه لكوكاكولا. كان بالفعل اكتر حاجه مهتم بيها كاندلر هي التسويق، كان بيلون العربيات في الشوارع بشعار كوكاكولا علشان الناس تشوفها على طول، ده غير انه كان بيوزع عينات مجانيه على الناس علشان الناس تدوق المشروب وبالتالي تشتريه. طريقة التسويق بدأت من 130 سنة وما زلنا إلى الآن بنتبعها، حتى سانتا اللي بيلبس أحمر في أبيض ده كان من اختراع كوكاكولا، وهي اللي قررت إنه لازم شكله يبقى كده، وربطت سانتا بالمشروب بتاعها علشان خاطر الأطفال والناس تتعلق بيه. وبالفعل الكلام ده اللي جاب نتيجة كبيرة جدا وغير من شكل وحجم كوكاكولا، وبدأت مرحلة صعود قوية جدا ونجاح مبهر. النجاح المبهر ده لفت نظر اتنين من المستثمرين تقال جدا، وراحوا كاندلر علشان يعرض عليه ان كوكاكولا لازم تبقى في ازايز صغيرة وتتباع في كل مكان بدل ما هي بس بتتباع في الصيدليات. الحقيقة وان زي اي حد ما فتح مشروع وناجح والدنيا ماشية وبيكسب، لما اي حد يجي يعرض عليه فكرة جديدة يغير بها من مشروعه بيقلق وبيخاف، وده اللي حصل مع كاندلر. كاندلر ما كانش مقتنع قوي بالفكرة وكان بيقول ما هي ماشية وزي الفل، لكن وقتها
وقتها المستثمرين اقنعوه ان ده هيزود المبيعات بشكل خيالي وهيغير شكل الشركة تماما، وبالفعل وافق كاندلر ومضى معهم العقد وعمل مصنع يعبي كوكاكولا في ازايز وتتباع في السوبر ماركتس والمحلات، مش بس تبقى مقتصرة على الصيدليات. وبالفعل مبيعاتهم وقتها ضربت وقلبت الدنيا عكس كل توقعات كاندلر، وانتشرت كوكاكولا زي النار في الهشيم. لكن زي اي مشروع بينجح وبيضرب الناس بتبدأ تحط عينها عليه، ودايما اللي ليه السبب هو اللي بيعلى وبيبقى رقم واحد. وبالفعل وقتها خرج لكوكاكولا بعض المنافسين، واللي اشهرهم طبعا كلنا عارفينه شركة بيبسي. وقتها حصلت حاجة ما كانش اي حد متوقع. سنة 1914 بدأت الحرب العالمية الاولى، واللي كانت سبب في انهيار شركات كتيرة وكبيرة جدا. لكن صاحبنا كاندلر كان ذكي جدا واستغل الموضوع ده لصالحه. بدأ يوزع على الجنود الامريكان كوكاكولا مجانا وباسعار مخفضة جدا دعما منه للجيش، وده اللي ادى بعد كده امتيازات كبيرة جدا واللي مكنه من انه يتوسع بشركته برا الدولة. بعد الحرب ما خلصت بدأت حرب تانية بشكل تاني مختلف تماما، وهي حرب بين كوكاكولا وعدوها اللدود بيبسي، حرب تسويق طاحنة، واللي أخدت فيها كوكاكولا ضربة تعتبر من أكتر الضربات في تاريخ شركة كوكاكولا. بيبسي نزلت الولايات اللي كانت منتشرة فيها جدا كوكاكولا وشعبيتها كبيرة، وعملت حملة تسويقية كانت مميزة جدا وقتها. راحت الأماكن العامة زي الحدائق والمدارس والميادين، وقررت إنها تعمل لعبة مع الناس عبارة عن حاجة بسيطة، وهي صندوق فيه إزازتين، واحدة بيبسي وواحدة كوكاكولا. وطبعا أنت مش عارف اللي جوه الصندوق، وانت بتدوق وتختار الاحلى قبل ما يتكشف الصندوق، وبعد ما بتختار الاحلى بيتكشف الصندوق. وهنا كانت المفاجأة، اغلب الناس اختارت وقتها بيبسي، وده اللي عمل صدمة وبلبلة كبيرة جدا وسط الناس، وخلى كوكاكولا تتساءل ازاي ده يحصل. بعدها بدأت كوكاكولا تعمل ابحاث جديدة ودراسات جديدة عن منتج جديد، وقدرت كوكاكولا انها تتوصل لتركيبة مختلفة، وكل اللي دقها وقتها قال دي احسن من بيبسي واحسن حتى من كوكاكولا القديم. وفي سنة 1985 تنزل كوكاكولا بالمنتج ده وتعلن عن افضل منتج في تاريخ، وهو زانيوكو. وقامت الشركة بسحب كوكاكولا القديمة من الاسواق ونزلوا زانيوكو. بعد شهرين ونص تقريبا كانت الضربة القاضية، والضربة القاضية دي مش لبيبسي، كانت لكوكاكولا. المنتج معجبش الناس، وبدأت الناس تعمل مظاهرات واضرابات علشان يرجعوا المنتج القديم، وده اللي خلى كوكاكولا هتتجنن. ازاي ده بيحصل؟ المنتج الجديد كل اللي داقه قال انه احسن من بيبسي واحسن حتى من المنتج القديم. وقتها استجابت كوكاكولا لطلبات الناس، وخرج المدير التنفيذي وقرر انه يرجع كوكاكولا القديمة. اكيد انت بتقول دلوقتي انه سمعة كوكاكولا تأثرت وكمان مبيعاتها هتتأثر وعمرها ما هترجع زي الاول، لكن احب اقولك انه لا، ما حصلش. على عكس كل التوقعات مبيعات كوكاكولا ضربت في السماء بطريقة فجأة بيبسي وفجأة كوكاكولا نفسها. ارتباط الناس بالمنتج القديم وحبهم ليه حتى لو كان المنتج الجديد احسن هو اللي خلى مبيعات كوكاكولا تضرب من تاني. كمان المظاهرات والاضرابات اللي خرجت علشان كوكاكولا القديمة ترجع ساعدت جدا كوكاكولا، وكانت بمثابة تسويق في حد ذاته. تخيل انك ملكش ولا في كوكاكولا ولا في بيبسي ولقيت فيه مظاهرات قدامك علشان خاطر كوكاكولا ترجع، طبيعي جدا انك تروح تجرب. خطة تسويقية لو مقصودة مش هتطلع بالشكل ولا بالنجاح ده. من بعدها اتربعت كوكاكولا على عرش المنتجات الغازية لفترة كبيرة جدا، والى الان ما تزال الحرب قائمة بينها وبين شركة بيبسي، شوية فوق وشوية تحت. قدرت ارباح كوكاكولا في العام الواحد بحوالي 5.2 مليار دولار، واكتر من 300 مليار زجاجة اتباعت الى الان من وقت تأسيس شركة كوكاكولا. ودي كانت قصة كوكاكولا اللي بدأت تركيبة من كيميائي أو صيدلي في صيدلية لأكبر شركة من شركات العالم على الإطلاق. لحد هنا خلص الفيديو بتاعنا، لو عجبك ما تنساش تدعمنا بإعجاب، تنزل تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم واشوفكم الحلقة الجاية.